وقرح أشكر ربي بعد حمدي وشرح صدري بعلم لدني فانسرح له كتابي والأمير قد طرح دنيا وأخرى ذا عذاب وطرح هب لي فلاحا وجوار من فلح يا من هداني سرورا للملح إلى سواي ذو مضرة جنح ولي تقود ذا أمان المنح لوجهك الكريم يا من قد بطح ذاك الأمير بالقلاط فانبطح خذ المكاره وما يدعو الطرح إلى الأمير سرمدا يا من جرح لوجهك الكريم خلد البجح إلى الجنان لي قديما قد رجح قدمت أفضل الورى يا من جسح قديمه الذي بأمن قد حده وجهت للخديم أنفى ربح يا من كفى ذاك الأمير وصبح أبقيت ذا القديم باقيا ركح عليك والأمير جبريل لكح لا تري من أما ضرا أو مجح يا من بي بقى وأمره نجح منحته يا خير مواطن قد منح يا من كفى من قلى أو ارتنح رضي عنك ولو قد انفتح باب خيورك بمفتاح فنح معنا على المحسنين من سبيل ما إلهي توجه الضرر عني إلى الأمير قابل الدرر إلى الأمير جملة المكاري سرت حبيب الله خير جاره علي من الله بالصفاي سرت قليل الله ذا شفاي لله قد غدوت قلا حبا وليس ينحوني سوى من حبا إلى النبي وجهت شيئا يرضى عبادة لله جل قرضا أقرضت ربي الله كون الأبدى قديم من به القرى أبدى لوجه ربي مضيت في القدم ولا يريني ما يودي للندم مها رسول الله كل ما قصد لي من أذى ولا ألاقي من رصد حبوت أفضل الورى كل سنة بقدمي وكان لي بالحسنة سلام من لوجهي محى الضرر على الذي لي يوجه الضرر نبينا أحمد حاد السبقاء قلت له مدحا جميلا يبقى يبقي امتداهي له والصلوات مع سلام لا ألاقي هفوات نبينا أحمد هذا الفقرى كوني قديمه خدا لي ذخرى مع لذي والبشر علي من سبيل إبليس مال لسواي والقبيل نفواه باق لا يزال سمدا إلى سواي ويلاقي الكمدا سلم من بيتعلق الحضيض من كل شيطان وذي قلب خليد برأني الباقي من الأسواء مشتغنيا بالصح عن رواي يقي رجائي الكريم قيبا أدخلني خير البرايا جيبا للمصطفى خير صلاة وسلام بلا نهاية كما محى الملام الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي والقيوم قاد للمنن بجاه من أبدى الفروض وسنن لي قاد ما فاق ظنون الحي مما يسرني وذاك الطي لي يقود ما يكون أجبا باق كريم بي يرقي النجبا هو الإله لا إله غيره وبأمان يجيء ميره لينال القلوب رب العالمين وقاد لي سر الأمين والأمين أشكره على الأمين والأمين.